طيب خلينا بقى نروح لأخبار النادي الأهلي. تدريبات بدنية وخططية وموسيماني يجتمع مع طبيب الفريق، واحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي. كان او من ساعتين ثلاثة كان التدريب النادي الأهلي، زي ما حضراتكم شايفين الكل مركز، الكل واقف ينتظر التعليمات الأخيرة قبل هذه التدريبة. وبالفعل كل اللاعبين الحقيقة مش مركزين في حاجة، غير إن شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة يوم الأربع القادم، وبعد كده نفكر في المباريات المتبقية، الخمس مباريات المتبقية بعد كده. فبالتالي الكل ينتظر مباراة إن شاء الله الأهلي والإسماعيلي بدون ضغط على اللاعبين، تركيز شديد من اللاعبين، مساندة جماهيرية كبيرة جدا. وطبعا كالعادة كالعادة الحقيقة الأسطورة بيكون متواجد مع في كل التدريبات خلال الفترة الأخيرة الحقيقة، على الرغم من المشاغل الكتيرة اللي عند كابتن خطيب، ولكن دائما بيكون متواجد في التدريبات مع الفريق. زي ما قلت لحضراتكم دور الكابتن خطيب مهم جدا 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 في هذا الأمر، ان هو دايما بيكون متواجد عشان زي ما حضراتكم شايفين كل اللعيبة رايحة وكل اللعيبة بتروح للكابتن خطيب تسلم عليه وتقف معاه. هو ده الدور اللي دايما الكابتن خطيب بيعمله، لأنه الحقيقة واحد من أساطير كرة القدم المصرية، وبالتالي دايما بيكون في ظهر الفريق. بعيدا طبعا هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وفي نفس الوقت راجل من أساطير كرة القدم المصرية، وبالتالي الناس كلها اللعيبة كلها بتنظر لي نظرة مختلفة. كل الأمنيات الطيبة طبعا للنادي الأهلي في الفترة القادمة، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب مباراة إن شاء الله يوم الأربع القادم أمام أحد واحد من أهم وأفضل الفرق في مصر خلال الفترات الأخيرة. وسيظل دائما النادي الإسماعيلي هو دايما الضلع الثالث في كرة القدم المصرية. وكالعادة الحقيقة برضو موسيماني يتكلم في الجانب الخططي والجانب الفني، واتكلم طبعا مع طبيب الفريق. وان شاء الله بكره الاهلي بيتوجه الى الاسكندريه للمبيت باحد الفنادق استعدادا لمواجهه النادي الاسماعيلي. دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قال ان المسحه الطبيه اللي اجراها بدر بنون لاعب الفريق بالامس بعد تعرضه للاصابه بكورونا جاءت ايجابيه للمره الثانيه. قال ايضا ابو عبله ان بنون سوف يجري مسحه جديده خلال 72 ساعه للاطمئنان على حالته. وزي ما حضراتكم عارفين بدر بيعاني من كورونا، ان شاء الله يرجع بالف الف سلامه. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وسعد سمير وايمن اشرف، هذا الرباعي ان شاء الله بيحمي المكان اللي بيلعب فيه بدر بنون. وبسم الله ما شاء الله الكل الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين مركزين، وينتظروا ان شاء الله مباراه يوم الاربعاء القادم. طاهر محمد طاهر ينتظم في التدريبات الجماعيه، وكان طاهر بيشتكي من كدمه في القدم، وفضل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافي قبل المشاركه في المران الجماعي. وبرضه وليد سليمان النهارده بيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي. لما بتبقى راجع من إصابة طويلة ممكن جدا ان انت تشارك في التدريبات، ولكن واحدة واحدة، حتى اللعيبة نفسها بتبقى عارفة ان انت ما بتخشش عليك جامد، بتبقى الامور بالنسبة لك لما تبقى راجع بعد شهر او شهرين إصابة طويلة بتاخد الامور واحدة واحدة. ايضا متولي بيشارك في التدريبات الجماعية، اخبار سارة لكل جمهور النادي الاهلي، سواء وليد سليمان سواء محمود متولي سواء طاهر محمد طاهر. يعني الحقيقة الكل بيستعد لمباراة النادي الإسماعيلي، وتبقى الخيارات مفتوحة لبيتسو موسيماني من سيكون متواجد في المباراة القادمة ومن سيكون خارج القائمة. بيتسو موسيماني إن شاء الله يعمل تشكيل جيد، وأي 11 الحقيقة احنا دايما بنكون في ظهر أي 11 بيلعبوا، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا ونفوز بهذه المباراة الصعبة جدا والمهمة جدا. عدالة تحكيمية مع جهاز فني رائع مع لاعبين رائعين، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز في هذه المباراة.